كان هالدركي عمر السياح، كان السياح اجاني بعامر فرشين وطلع كلهم فرش ازرار وكان طلع كله كل شيء عايش كل شيء واكل شهر كل شيء عايش وحامدين وشاكرين سيدي ربي وكنخلصوا الكراوات وما عندنا لا لا سينيسيس لا تعويضات لا حتى شي حاجه. اذا برد بنادم ولا وقعت له شي حاجه عبد الله الكريم حنا راك عارف التجار اللي صنفنا السيد رئيس الحكومه السابق كنشوفوا هذا رئيس الحكومه هو اللي جات هو راه صادق على هذا التصنيف اللي صنفنا قال لك حنا قيطاع غير مهيكات. وحنا عندنا لي ديريجيست كوميرس عندنا الضرائب ديالنا كنخلصوا الضريبه وزادونا عالطين زادونا ديالنا العام سيدي اللي قال لك داروا لنا لا سينيسيس داروا لنا السي بي او داروا لنا السي بي او واش حنايا هو صح حنا عندنا صوت كنصوتوا ديالك في الغوره منخرطين في الجمعيه ديال البوعنانيه تا راني عضو في الجمعيه فاعل جمعاوي كنا عايشين عندنا ثلاثه الوليدات حامدين سيدي ربي كنخلصوا الكرا تا اضطرينا مول الكرا خرجنا من الفار ديالنا كيعاونونا غير المحسنين والمحسنين قلال. واش تدخل شحال هادي ما تحلو اخي اه هادي ما انا غنعطيك الدليل هو الورقه ديال الضو ياك الضو ما كيكذبش كيصيفطوا ليه الكرا ديال المكانه او مرا كيصيفطوا لنا غير الكراوات ديال المكانه اه هو باش تعرف الدليل انا غادي نبين لك وخلي اخويا يضرب شويه الهواء ملي كنت الغمال اللي كاين يضرب شويه الهواء بعدا خليه يضرب شويه الهواء شد الدواء ها الدواء هذا الدواء ديال التونيا كنشريوه ب 70 درهم وكنرشوه ضروري هاد العامين شرينا اكثر من 800 درهم ولا 1000 درهم ديال الدواء جوج ديال المحلات كلاتهم التونيا حتى مول السلعه جد السلعه ديالو لان تسقر عامين هو صابر عامين هو صابر ما كنعطيوه حتى شي ريال ما كنبيعو ما كنشريو رجعنا حنا غير مسوقين نوريكم الحاله ديال فين رجع التاجر مسكين البسيط هاد التاجر المغربي انت غتشوف الحاله ديالو كيف غتبهدل بلدي وجامو السلعه عطيناه السلعه ديالو لان ما لقيناش باش نخلصو ما بغيتيش الشعايب معاه ما الشعايب ما يمكنلكش الشعايب معاه حنا هادشي ديال التجاره ديال السلع ديال الصوفا ديال الزرابي معروفه راس المال كنشوف عندك الدواء البرغوث هنا وديال التونيا هادي الدواء ديال التونيا هي الدواء ديال التونيا حتى هي ذات المصروف ديالها على ذات المصروف ديالها لان مشاو لنا بياسات مشاو لنا بياسات راه اللي لحناهم لحناهم واللي يمكن نوريهم لك راه بياسات دابا خصهم يحلوا وكلاهم التونيا هي الورقه الموضوع ريالي الورقه ديال الموضوع باش تعرف بان حنا ما كنحلوش بحال قلت على المصلحه يقول لك راك خدام لا ما خدامينش اذا كنت انا خدام علاش كتصيفط ليه الكراد المكانه علاش كتصيفط ليه الكراد المكانه هما جوج مكانات ها 22 درهم و 19 درهم هذا هو الدليل الاكبر بان ما كنجيش انا للمحل ما كنخدموش حنايا فين كنخدموا حنا ما خدامينش كيقول لك حنا خدامين خلص كنخلصوا الضريبه هذا العام اللي داز ديال 2001 ديال 2021 جا مشروع ديال 2020 جا مشروع ديال سي بي او سي بي او هي لا سينيسيس فرضوا علينا صحه علينا فرضوا علينا باش نخلصوا قال لك باش نستافدوا وخلصنا واللي ما كاين اللي خلص كاين اللي ما انا واحد من اللي خلص انا واحد من اللي خلص لان كل عام كنت كنخلص الضريبه ديالي ما كنبغيش نتجمع عليا انا واحد من اللي كنخلص خلصت السي بي او ديالي وصيفطنا لهم فوا فاكاش قيدنا الوليدات ديالنا ما استفدنا حتى شي حاجه ها هي جات دابا ديال 21 ها هو غيقول لك عاوتاني عاود خلص في شهر 3 خصني نخلص 2000 درهم منين غادي نجيبها وانا مالين الكرا تجمع لنا العام الاول وهو العام الثاني تجمع علينا الكرا ديال الدار ما صبرش مازال الكرا ديال المحل حيت عندنا حنا الفوند كوميرس هو المفهوم ديال الساروس حنا شاريين السوارت مي ما عنده كيدير معانا غنوصلوا معاه الدعوه من بعد حنا عندنا ناس طيبين كنعطيهم طريب بطريب ولكن مول الدار ما يمكنش يصبر عليك عماير ما تخلصوش الكرا انا ثلاث شهور الاولى ديال كورونا جا خرج لي حوايجي تعاملوا معايا يا الاصدقاء اللي على برا ما كاينش اللي داخل مضغوط على الامر ديالو الناس اللي عايشين داخل البلاد مضغوطه شي الله شفنا 15 يوم او 10 ايام شفنا واحد العطله فرنسيه 15 يوم ولا 10 ايام حلوا لنا على واحد العطله فرنسيه بقينا كنشوفوا شي حليبات ديال النصارى جا هذا القرار عاوتاني اللي كنعتبروا انايا قرار لا مسؤول لانه ما شدوا واوميكرون دخل ها هما شدوا واوميكروم ها هو دخل منين دخلوا نتوما شادين هذا واحد كنتي وكتجيبوا الناس كديروا لهم تيست ضرب الشوكه وكدير لهم تيست علاش ما تخليهمش كدير لهم تيست وخلينا حنا كننتعشوا واش شديتي وعلى هذا الشيء شديتي وعلى هذا التاجر البسيط واش هذا قصد مقصود ما فهمناش حيت هندنا حنا درنا الفيديو الاول والفيديو الثاني كنهضروا على حقنا واش كتحاربونا حنا دابا ما كناش هاد المسؤولين ديال فاس او المسؤولين ديال البلاد
انا بعدا انا بعدا شخصيه، لان الجمعيه ديالنا وانا عضو في الجمعيه راسلنا جميع الجهات، من باشا، والي، مصلحه الضرائب، المديريه العامه، وزيره السياحه، ما لقينا حتى شي تجاوب. ما كاينش شي تجاوب كاع. خلصنا الضريبه الاولى والضريبه الثانيه، الضهو مازال كيجي، الكراهو مازال كيتجمع، الدعم ما كاينش، لا دعم مباشر ولا دعم غير مباشر. جا الصندوق ديال كورونا ما استفدناش منه، قال لك حنا قطاع غير مهيكل، مع العلم بان كنخلصوا ضرائب، عندنا روجست كوميرس، عندنا رخصه كتعطيها لنا الدوله، كنخلصوا الضريبه ديال كلشي، غادي حنا وكنصوتوا في الغرفه وكنديروا كلشي قانوني، وقال لك حنايا حنا قطاع غير مهيكل. قلنا ما كاين حتى شي مشكل. خرجنا في النداء الاول، كنا درنا فيديوهات في النداء الاول، طالبنا الدعم، والسيده ما يعطيوناش الدعم، حنا ما كنسعاوش، حيت حنا كنا بالشرف ديالنا. واش كتسناونا نبكيو؟ حنا والله ما نبكيو، حنا عندنا ولادنا وما غنبكيوش، واذا صدقت هذا الامر غنهزو ولادنا وغنمشيو للحدود نلحوهم في البحر وغنطلعو معاهم، لان هادشي بزاف. واش كتسناو بلاد المواطنين ضعاف ويبدا كيبكي لكم ويتوسل لكم؟ حنا كنطالبوا بحقنا، حنا طالبنا دعم، وما تعطيوناش الدعم من عندكم، عطيونا كريدي، ولكن درنا لكم واحد الشرط اللي ما لبيتيهوش. الشرط هو قلنا زيرو فائده. انا ما يمكنش انا جالس ودخلني للبنكه وناخذ بالفائده وتدخل معايا شريك في المحل وانا مازال ما خدمتش عماين، فسالي طالبني باش نخلص ولا سدي لي المحل. انا كريدي بدون فائده، وتسنيولنا بان ملي تبدا الخدمه نبدا كنعطيوكم واحد القطيطه. اما باش ندخلوا حنايا حدا بحال غادي مع الحلال وندخلوا للريبه وندخلوا للحرام وندخلوا هادو ونتخربقوا، حنا هكا راه مخربقين، المجتمع ديالنا مخربق. اذا غنزيدوا ندخلوا شي حاجه واحده اخرى ما نعرفش. حنا راه المواطن البسيط، رجعت انا كنسمع شي اخبار، ها اللي رجع كيقمر، ها اللي رجع كيسكر، ها اللي انتحر، ها اللي طلق، وهادشي راه كاين في الصحف. هادشي راه ماشي كنقولو من عندي، هادشي راه كنقيدو كنشوفو في الصحف وكنشوفو في الصحف الالكترونيه، انتحارات والعدد ديال الطلاق والعدد ديال الناس اللي رجعت لا مسؤوله لان ما لقاتش باش تخلص على وليداتها، والاحكام ديال الافراغات، الاحكام ديال الافراغات. ونقطه واحده اخرى، علاش حليتي وعاودو شديتي؟ انا نسي بيعكل هنايا في هاد كورونا، جا باش يختن ولده، تزاد من الوليد في كورونا، مازال ما شافوهش باسيدو امو لاله، جابو باش يشوفوه ويختنو، شدو عليه، مشات له البيه الاولى، مشات له البيه الثانيه، هو قال لي انا النصف الطاليان كان غادي يجي، النصف في اوروبا، عندنا صحابنا في امريكا، صحابنا في اوروبا كتوصلنا الاخبار، الناس كانت باغيه تجي، لان عامين ما جات. زوما شدي حليتو وشديتي وخلعتي وعباد الله، لان الناس عكلوا هنايا ما لقاوش كي غيديروا، الناس عكلوا على برا ما لقاوش كي غيديروا، دخلوا الارض الوطن. فاللي كان جعول غادي يجي وجمع شي ريالات في هاد كورونا وخدم وعطاوه البريم دو ريسك، اللي حنا ما كاين لا بريم دو ريسك، ما كاين لا معاونه حتى شي حاجه في هاد البلاد، خاف يجي. قال لك انا نهبط هما يشدوا عليا، انا نجيب 2000 ولا 3000 ولا 3000 درهم، هما يردوا لي 20000 درهم. انا سيب يدخل للسيت لقى في الرويال اير ماروكين هي اللي كانت من كازا هما اللي كان انطلاقه، لقى ب 20000 درهم هو ووليداته. شنو هي الحلول حنا كولاد السياحه؟ حنا الحلول اللي ولاد السياحه كنطالبوا شنو هما الحلول؟ النقط، شوف باش النقط باش توصل باش حنا شنو هو؟ حنا هاد المبادره اللي دارت نشكروا فاز نيوز وكنشكروا هاد المباشر، شنو هي الحلول؟ الحلول اللي طالبنا بها صراحه، طلبنا انا نعطيك واحد الحلول اللي عندنا نقدنا اللي 50% اللي قلناها ومازال غنعاودوها. عندنا حل هو دعم مباشر، لان الناس هنا وصلت فيهم العظم، الناس بوليداتها هذه عامين وما كيصرفوا، راه ما بقاوش كيلقاو ما ياكلوا، راه بعنا حوايجنا حنايا وبعنا الدب ديالنا العام الاول ماشي العام الثاني، راه تباع العام الاول. الله يحفظك. المشكل الثاني هو الضريبه، كيف يعقل بان الناس ما خداماش هذه عامين وهي كتجيهم الضريبه زائد سي بي او في الظروف هذا؟ حنا ما لقيناش ما ناكلوا. المشكل الثالث هو الناس اللي ما خلصوش الضو والماء. انا ما كنحلش، كيجيني هيك كرد المكانه، كتجمع لي 5 شهور كنمشي كنعطيهم ديك 200 درهم. كاين اللي كيزولوا المكانه، علاش كتزولوا هذه المكانه والانسان في واحد الظروف صعبه؟ يا قلتي وجائحه، والجائحه حنا كنعرفوا اذا ضربت البلاد راه خصنا نتعاونوا على هذه البلاد. وحنا وكان جا الزنزال ولا كان جا الفيضان، وكان جا الزنزال ولا الفيضان، راه الدعم كيتعطى للمواطن كله اللي مضرور، وماشي حنا شي مضرور وشي خدام، وحنا هذاك اللي مضرور كنبركوا عليه ونزيدوه في الضريبه ونديو له المكانه وما يلقى ما ياكل. شنو كتقولوا لهذا مول المحل؟ شنو كتقولوا لهذا التاجر اللي كيخدم مع الصناعه التقليديه؟ اش كتقولوا لهذا الصانع التقليدي؟ اش كتقولوا لهاد الناس ديال دار الطبخ؟ حنا معروفه فاس، معروفه بالسياحه، ومعروفه بالصناعه التقليديه، واش كتقولوا لهم شدوا خويونا هاد المدينه ديروا فيها شي حديقه؟ طلعوا لهم السواد، وطلعوا لكم السواد نعطيوهم لكم، طلعوا لكم حتى ولادنا نعطيوهم لكم توكلوهم. حنا كاين واحد الحل، انا اذا بغيتو ديروا معايا واحد الحل، اعطيوني الله يرحم الوالدين هي فيزا لاي دوله انا وولادي، اجي نعطيكم هاد السواد. هما عندي جوج ديال السواد نكسبهم لكم، هين خوي بيعوهم الله يسهل عليكم، وما بقاش عندي شي علاقه انا في هاد التجاره ولا في هاد البلاد هاد، لان حنا بحال اللي كنحسوا براسنا محقورين، حنا محقورين في بلادنا. الله يعوضك، الله يصبرك، الله يحفظك، مرضي الوالدين.